السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراق وملف الكهرباء الغائبة. مشاهدينا الكرام، يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. في عام 2020 أعلنت لجنة تحقيقية برلمانية أن ما أنفق في العراق على قطاع الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية 2019 بلغ 81 مليار دولار أمريكي. ورغم ضخامة هذا المبلغ، إلا أن الكهرباء لا تزال تؤرق العراقيين بسبب غيابها شبه التام عنهم. ومع حلول فصل الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية في أغلب المحافظات العراقية، لا تزال حكومة بغداد عاجزة عن إيجاد حل ينقذ العراقيين ويخفف عنهم. ولعل تصريح مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق بشأن الفساد الذي يقف عائقا أمام تحقيق أي منجز إيجابي في قطاع الكهرباء لهو دليل آخر يضاف إلى كم كبير من الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط أحزاب ما بعد الاحتلال بحكوماتها بهدر المال العام وضياعه بين جيوبهم. وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، فإن القدرة الإنتاجية للعراق من الكهرباء تبلغ 32 ألف ميجاوات، ولكن العراق لا يستطيع إنتاج سوى نصف هذه الكمية بسبب رداءة شبكة النقل التي يمتلكها. وبحسب تقرير سابق لمعهد بروكينجز، يؤكد أن العراق يخسر سنويا 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة. وإذا تحدثنا عن المسببين لهذه الكارثة، لا يمكن إهمال ذكر نور المالكي المسؤول الأول عن شراء محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل على الغاز، وهي من المشاريع التي أثبتت فشلها وكشفت فساد المشرفين عليها، إذ أدخلت هذه المحطات العراق في أزمة استيراد الغاز الإيراني، والذي جعل العراق عبدا لإيران بسبب تمسك من يحكمون العراق بإيران كمورد وحيد للغاز، رغم امتلاك العراق لغاز يكفي لتشغيل هذه المحطات ويزيد. الآن مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التقرير الآتي الذي يبين طبيعة الأزمة التي يعيشها العراق بسبب استيراد الغاز الإيراني، لنشاهد. ها هي إيران مرة أخرى تعلن وقف تزويد العراق بالغاز، وهذه المرة احتجاجا على طريقة سداد ديونها المترتبة على العراق الذي يعاني أزمة مركبة بسبب توقف الغاز عن المنطقة الجنوبية بالكامل، وتأثر محطات الرميل الغازية والاستثمارية ومحطة النجف الغازية، وتوقف محطة خورزبير في البصرة، ما أدى إلى شحة كبيرة بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية بحسب وزارة الكهرباء الحالية. وزير النفط الإيراني جواد أوجي انتقد طريقة الدفع العراق مستحقات الغاز الإيراني المصدر إليه، قائلا إن الحكومة في بغداد تشترط دفع هذه المستحقات من خلال إرسال الأدوية والمواد الغذائية، ولا سيما بعد فرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران، ما أدى إلى تحول مدفوعات الصادرات الإيرانية إلى العراق منذ عام 2008 إلى مسألة معقدة، حيث تقول بغداد إنه لا يمكنها تزيد المدفوعات بالنقد الأجنبي بسبب الضغوط والعقوبات الأمريكية، فيما ترفض ذلك طهران التي تصدر سنويا 4000 ميجاوات من الكهرباء إلى العراق. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الكهرباء الحالية في حكومة السودان خسارتها نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المحطات الجنوبية، وذلك بسبب انحسار الغاز الإيراني المورد للبلاد. وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة الإيرانية، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع النفط والغاز، ويواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عديدة في الصيف الماضي،
ما أحرج الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة في ملف توفير الطاقة الكهربائية، وتسبب بموجة تظاهرات عديدة، ويشي اليوم بتفجر احتجاجات جديدة بسبب الغضب الشعبي المتصاعد من فشل الحكومات في حل أزمة الكهرباء المستمرة منذ عام 2003 وحتى الآن. إذا المشاهدين الكرام، كما نوهنا لحضراتكم في بداية الحلقة، بإمكانكم أن تشاركوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة لإبداء الرأي بشأن قضية الكهرباء وهذه الأزمة المستمرة منذ 20 سنة ولا تزال. أيضا، ما رأيكم بالسياسات الحكومية تجاه ملف الكهرباء؟ ولماذا لا توجد كهرباء في العراق رغم إنفاق أكثر من 81 مليار دولار على هذا القطاع لغاية هذه اللحظة؟ أين ذهبت هذه الأموال؟ لماذا لم يحاسب المسؤولون عن إهدار هذه الأموال لغاية هذه اللحظة؟ رؤساء حكومات متعاقبة، وزراء كهرباء تعاقبوا على هذه المناصب، ولكن لا توجد كهرباء. وعدوا بالاكتفاء الذاتي، ووعدوا بتصدير الكهرباء منذ عام 2012، ولكن لغاية هذه اللحظة لا توجد كهرباء في العراق. إذن أين الخلل برأيكم؟ وكيف يمكن معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق؟ وإلى متى يستمر المواطن العراقي الذي يعيش في بلد نفطي، في بلد من أغنى بلدان المنطقة، يستمر بدفع أجرة الحصول على بعض الكهرباء من خلال المولدات الأهلية؟ هذه المشاريع التي يعني لا تكفي المواطن العراقي، لا تكفي الاحتياجات المنزلية، وتثقل من كاهل المواطن بسبب القيمة المدفوعة إلى أصحاب المولدات للحصول على هذه الكهرباء. مشاهدينا، نستمع إلى رأي السيد عباس السلطاني وهو ناشط مدني معنا عبر الهاتف، أيضا لمشاركة رأيه معنا في هذه الحلقة وللإجابة على بعض التساؤلات التي طرحناها. سيد عباس، تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ العزيز، وتحياتي لقناة الرافدين وكل كوادر إن شاء الله. حياك الله أستاذ العزيز. سيناريو الكهرباء بين إيران والعراق أنا أعتبره سيناريو مدروس ما قبل 2003، لأنه بعد ما صار السقوط وجت الحكومات العراقية المتعاقبة وجت الأحزاب، انطوا فد مقولة قالوا سوف نرفع الحيف عن الشيعة، خلينا نحكي بهالمنطلق هذا، لأن هم جاءوا بطريقة طائفية من أول يومهم، يعني من أول يوم اللي إجوا هم جاءوا بطريقة طائفية. نعم. في سبيل يبقون أكثر مدة ممكنة. طيب. فالمهم قالوا سوف نرفع الحيف عن الشيعة، ولكن الشيعة للأسف، شيعة العراق لا يعلمون أنه إيران، الحكومات العراقية وإيران خلوا إيد بإيد ودخلوا للعراق، والحكومات العراقية سلمت العراق على طبق مو من ذهب، على طبق من ألماز سلمت الإيران. يعني بس سؤال سيد عباس، الآن بعيدا عن الجانب الطائفي من الحديث اللي مثل ما تفضلت أنه هم جاءوا بلغة طائفية وبفكر طائفي ليحكم العراق، لكن ما الذي استفادته المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الأغلبية الشيعية من هؤلاء الذين يحكمون العراق؟ ما الذي استفادته المحافظات الشمالية والغربية من هؤلاء الذين يحكمون العراق؟ هل رفعوا الحيف عن المواطن؟ هل وفروا له الكهرباء والحياة الكريمة؟ موني، ليش قلت لك أستاذ عزيز؟ ما خليتني أكمل فكرتي مع احترامي لك. تفضل. هم جو بهالطريقة، بطريقة طائفية، سوف نرفع الحيف عن الشيعة، ولكن هم أكثر الناس اللي تضرروا بالعراق بهاي الفترة من 2003 لحد الآن هم الشيعة. يعني هم المكون الشيعي، هم الأكثر الناس اللي دمروا وتأذوا بهاي من خلال هاي الحكومات. هم جو بطريقة طائفية، مع احترامي للمكون الشيعي، استغفلوا المكون الشيعي. هم ما جاءوا فعلا يرفعون الحيف عن الشيعة، لا، هم جو بطريقة في سبيل يخلون إيدهم بإيد إيران حتى إيران تستفاد من كل اللي يصير بالعراق. طيب، يعني نرجع بس إلى جزئية الكهرباء اللي هي موضوع حلقتنا اليوم. نعم. الموضوع أنه تقارير برلمانية وعلى لسان مصطفى الكاظمي كذلك أكد بأنه العراق أنفق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء. هذه الأموال ليش ما شفنا بالنتيجة منجز على أرض الواقع؟ ليش راح المالكي ركض استورد محطات توليد الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز وهي من أفشل المحطات اللي ممكن واحد يستوردها؟ أستاذ العزيز، أنت تقول 81 مليار، وعدهم بعد استعداد يصرفون 81 مليار أخرى،
وأخرى وأخرى ومصير الكهرباء. يعني أكو يمكن فيديو موجود والعراقيين كلهم شاهدوه، مو بس بالفيديو وإنما على الشاشات الفضائية ظهر الفيديو. نعم. بوقتها نور المالكي والشهر الثاني، الشهر الثاني من طلع قال 2013 سوف نصدر الكهرباء. ما صارت الكهرباء، ما صدرت الكهرباء، يطلع المالكي أكو مثل عراقي يقول ديك حلع معها، يطلع المالكي يقول أنا دققت وراء الأرقام وراء الشهر الثاني دققت طلعت الأرقام كلها غلط، وضحك علي بهالعبارة، يقول الشهر الثاني ضحك علي. يعني الله والشهر الثاني، والشهر الثاني طلع فيما بعد ونفى هذا الكلام وقال بأنه أنا حذرت المالكي من استيراد هذه المحطات وهو ما سمع. عموما هي الفكرة أنه هو واحد يشمرها على الآخر، لكن نعم أنت نعم. قلت أنه حتى لو أنفقوا عشرات المليارات الأخرى من الدولارات لن نجد الكهرباء في العراق، شنو السبب؟ ليش ما يريدون يوفرون كهرباء بالعراق؟ ما توفر أخي العزيز، لأن إيران منا عليها حصار، وإيران تريد تستفاد برأس العراق. يعني كل اللي دا يصير هي المستفاد الوحيد هي إيران. إيران يعني صور بال 2019 من صارت ثورة تشرين، الشرارة اللي قبّبتها الثورة هي الكهرباء، قبّبت ثورة تشرين بسبب الكهرباء. الشعب يعني عجز عن الوعود الكاذبة، فطلعت ثورة تشرين، والأحزاب سوت ما سوت بكل الطرق، حاولت أنه تنهي ثورة تشرين بالقتل والاغتيالات والترهيب إلى أن أرادوا أنه ينهون ثورة تشرين. نعم. ليش؟ الأحزاب لمن تابعة؟ هي الأحزاب تابعة لإيران. زين، لأن إذا ثورة تشرين نجحت معناتها إيران فشلت. فإيران حاولت بشتى الوسائل أنه تخلي أحزابها بداخل العراق أنه تقضى على ثورة تشرين في سبيل تبقى مستفادة من الكهرباء، مستفادة من أشياء أخرى مستفادة. نعم، يعني أنا بس عندي نقطة سيد عباس، شنو اللي كان يمنع أن يوفرون الكهرباء للعراقيين حتى لو كانوا يستوردون غاز هذه المحطات من إيران، وحتى لو كانوا يستوردون الطاقة الكهربائية من إيران، ليش ما وفروها؟ شنو السبب اللي يخلي هذه الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لا ترغب بتوفر الكهرباء في المنازل، في منازل العراقيين، ولا ترغب بوجود كهرباء بشكل مستمر ودائم وثابت في العراق؟ هم دا يستوردون الغاز من إيران حتى يشغلون محطات، لكن هذه الكهرباء، هذا الغاز وهذه الكهرباء المنتجة من المحطات لا تكفي، العراق يحتاج إلى المزيد. هم دا يستوردون نعم ودا ينطون لإيران فلوس، لكن ليش ما دا يريدون يوفرون كهرباء دائمة وثابتة بشكل مستمر؟ أستاذ العزيز، أنا بالنسبة لي رأيي الشخصي ويمكن رأي الأغلب من العراقيين إنه الكهرباء هي يعني العمود الأساسي بالبلد. إذا صارت الكهرباء معناتها هواية شغلات راح تصير بالعراق، معناتها العراق راح ينهض، الصناعة تشتغل، التجارة تشتغل، كلها تشتغل. زين، فهم يريدون تبقى الكهرباء على هذا حاله حتى العراق يبقى ما يقدر ينهض. لأن إذا نهض العراق، مو بس إيران، إنما كثير من الدول المجاورة راح تسقط. فهم الكهرباء موجودة ويقدرون يوفروها، بس ما يوفروها لأنه اتفاق خارجي، اتفاق خارجي حتى يبقى العراق على الحال هذا. وإذا تشوف العراق يعني سنة بعد سنة، أو مو سنة، وإنما يوم بعد يوم حال العراق يصير أسوأ. نعم. زين، ولهذا ما يقدرون ما يوفرون. ومع الأسف مدى تجي حكومة، يعني مدى تجي حكومة أو رئيس وزراء. يعني إحنا عندنا السوداني، أكو بعض الشغلات دي يشتغل بها، بس بنفس الوقت ما يقدر يقضي على الأحزاب. إحنا نتمنى يجي رئيس وزراء فعلا شجاع ويقدر يقضي على الأحزاب ويقدر يوفر كهرباء ويوفر كل شيء اللي يريده العراقي. نعم. إحنا ما نستفاد من رئيس وزراء، خلي ينطي رواتب، خلي يعين، خلي يسوي مشاريع، بس هاي المشاريع كلها تفشل بالنهاية، تفشل. نعم. لأنه كهرباء ماكو. طيب. أنت مشاريع كلها وقفة على الكهرباء. أشكرك سيد عباس السلطاني الناشط المدني، كنت معنا عبر الهاتف، ويانا سيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. حياك سيد محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد محمد، المشكلة الكهرباء بالعراق، أولا هم متفقين، احنا هم دول ما جايين يريدون يبنون، دول يريدون يخربون. يعني الكهرباء بالعراق اذا يجي واحد يشتغل باخلاص، هي ثلاث اقسام، هي توليد وتوزيع وشبكات. نعم. يعني هم لا ركزوا على التوليد ولا ركزوا على التوزيع ولا ركزوا على الشبكات، هذا رقم واحد. ثانيا الميجا الواحد عالميا، سعر الميجا واحد عالميا،
نعم يسموه تسليم مفتاح تيرنكي هو مليون دولار، يعني هذه 80 ال 81 مليار دولار اللي صرفوها ممكن ما تحصل اقل، ممكن توفر لك 90 الف ميجات غرب العراق وتصدر بيه. نعم الاهم من ذلك هم بزمن المالكي باعوا هذه الوزارات، يعني الوزير اللي يعينوه يوقع لي قدام على شيك فراغ ب 20 25 30 مليون دولار، فمين يطلعها؟ يطلعها من الكوميشنينج ويطلعها من الامور الاخرى. تدري سيد ابو احمد تشير تقارير كثيره دوليه ومحليه بانه حجم الخسائر اللي يتكبدها العراق سنويا هي 40 مليار دولار بسبب نقص الطاقة. هاي الفلوس هي عبارة عن توقف المصانع وتوقف الشركات اللي تعتمد على الكهرباء في 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 عملها، وكذلك الأجور اللي يدفعها المواطن العراقي في سبيل الحصول على الكهرباء لأصحاب المولدات الأهلية. ويقولون بأنه نصف هذه المبالغ التي تدفع سنويا كانت تكفي لإنشاء محطات وشبكة طاقة كهربائية بشكل عالمي تكفي لتوليد الطاقة الكهربائية لكل العراقيين، ويبدأ العراق بمرحلة التصدير. يعني من الفلوس اللي يدفعها العراقيين بإمكاننا أن نكون عندنا أكبر شبكة توليد طاقة كهربائية في المنطقة، وبعيدا هذا الموضوع طبعا بعيدا عن الفساد والسرقات، بس من الفلوس اللي يدفعها المواطن العراقي. ليش ماكو عقلية تستثمر هذه الأموال؟ استاذ محمد بس إضافة بسيطة ما أطول عليك، تفضل أخذ راحتك خذ راحتك. الله يطول عمرك. أكو الآن منتشرة في الأردن وفي دول العالم وفي تركيا يسموها طاقة البديلة. نعم طاقة البديلة، احنا عندنا صحراء بين كربلاء وبين الأنبار، هاي صحراء واسعة جدا ممكن تتعبى بالخلايا الشمسية، وما شاء الله الشمس لا تغيب عن العراق دقيقة واحدة. نعم. تدري حتى الشتانة بشمس احنا، بس جيب 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 ناس تشتغل بإخلاص وتحب الوطن. تدري انت حتى ما تسمى بالمراوح، هاي المراوح اللي موجوده هسه. نعم. موجوده باوروبا في المانيا وفي هاي، اقل مروحه تولد لك نص ميجا، ومراوح تولد لك 5 ميجا. الان ضمني اكو معمل اسمه كربلاء، الان شركه لافارج راح تستخدم هاي الطاقه البديله لانه ملت من تخصيصات الكهرباء ومن اسعار الغاز ومن اسعار الغاز ومن الاستيراد مثل ما تفضلت حضرتك من دول الجوار ايران وغير ايران. فلذلك للاسف اكو هواية بدائل، بس إن ماكو ناس يشتغلون يحبون العراق. طيب يعني العراق. المشكله الاخرى ايضا اللي واجهها العراق وهو الاعتماد الكلي على ايران في استيراد الغاز من اجل تشغيل المحطات، في الوقت اللي العراق عنده كميات من الغاز كافيه وتفيض عن الحاجه اصلا. أيوة يعني ما يحرق والله. العراق ما يحرق العراق أيوة من غاز هو يعادل ضعفي الحاجه الفعليه للبلد. أيوة ضعفي الله. الحاجه الفعليه. طيب يعني طبعا الحاجه الفعليه لتوليد الكهرباء بشكل نعم كامل. نعم 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 20 سنه ما نظروا الى هذه الكميات التي تحرق، انه ليش ما يتم الاستفاده منها؟ طيب انتم استوردتوا محطات تعمل على الغاز، ليش ما استثمرتوا الغاز العراقي؟ ليش ده نلجأ ندفع فلوس إلى إيران وإيران تقطع علينا الغاز لأنه أنتم ما مسددين الديون؟ لا هم جايين عندهم خطة، ما لهم علاقة برفاهية الشعب العراقي. نعم. عندهم خطة شلون يعوضون. تتذكر الأول ما استلم ماي من وزعه وكل شهر كل شهر وزعه إلى واحد يستلم الحكم. عندهم ما كنت داعي حتى لا أحط قناتكم في موقف محرج، أول ما استلم الشهر ما قال يجب تعويض إيران 100 مليار دولار عن الحرب العراقية الإيرانية. ولك صديق شديد العراق عايش فترة حصار، وهاي أنت بدل المتفكر بإعمار العراق والاهتمام بالعراق وبناء البنى التحتية من ماء وكهرباء وصحة، فكر اللي بتعويض إيران محتاجتك. فلذلك هم ما عندهم برنامج أو عندهم خطة للإعمار، لا عندهم خطة للتدمير. هاي المشكلة اللي احنا نعاني من عندها. وما تفضلت لي إنه الغاز موجود في البصرة وموجود العين الأزلية في كركوك. نعم. بس ماكو ناس تجي تشتغل بشكل صحيح لاستثمار هذا الغاز وللفائدة من عنده. نعم. هاي المشكلة اللي نعاني من عندها. صحيح. استمر هاي المعاناة كل صيف وبكل شتاء، هاي المشكلة مالتنا احنا. صحيح. أنا أشكرك سيد أبو أحمد من بريطانيا، شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا وزارة الكهرباء أكدت انحسار إمدادات الغاز الإيراني بمقدار 20 مليون متر مكعب، ما يعني حدوث انخفاض كلي يزيد عن 6000 ميجاوات في إنتاج الكهرباء. والمتحدث باسم الوزارة أحمد موسى يقول أن السبب في تراجع ساعات التجهيز يعود لتوقف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الجنوبية بالكامل وبمقدار 10 مليون متر مكعب، وذلك نتيجة اعتراض إيران على طريقة تسديد العراق لما قالت إنها ديون مستحقة.
وطبعا مصادر تؤكد بأن العراق ملتزم بتسديد هذه الاستحقاقات ولم يتخلف عنها. إذن إيران هنا تضغط على العراق وتقوم بعملية اختراع أعذار في سبيل أو حجج في سبيل منع إمداد العراق بالغاز المطلوب من أجل توليد الطاقة الكهربائية. السؤال أنه ليش ذولا اللي موجودين بالحكم بالعراق اللي دي يشوفون هذا التعامل السيء من إيران وهذا الابتزاز ولي الذراع الموجود من قبل إيران بشأن إمداد العراق بالغاز، ليش ما أحرر نفسي من هذه القيود الإيرانية؟ ليش ما أتحرر من هذه العبودية إلى إيران وأتوجه إلى استثمار الغاز العراقي اللي دي يذهب هدرا نتيجة الحرق المتعمد لهذا الغاز لكميات كبيرة من الغاز اللي كانت تكفي لتوليد الطاقة الكهربائية في كافة المحطات وتغني العراق عن الاعتماد على الآخرين. طبعا نذكركم مشاهدينا الكرام بتصريحات سابقة مضحكة حقيقة، والعراقيين لغاية اليوم يتذكرون هذه التصريحات ويسألون وين راحوا أصحابها وشنو مصيرهم وليش ما حد جابهم وحاسبهم على هذا الكذب والافتراء وعلى هذه الوعود المضللة حقيقة اللي أطلقوها عبر شاشات التلفاز. من ضمنها كان في عام 2012 نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قال بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وسنصدر الطاقة الكهربائية فيما بعد. اختفى حسين الشهرستاني والموضوع بعد يعني قائم، مشكلة الكهرباء قائمة، ولم يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي ولم نصدر الكهرباء بل نستورد الكهرباء الآن، نستورد طاقة من إيران ونستورد الغاز كذلك. بعد حسين الشهرستاني ببضع سنوات خرج وزير الكهرباء وقتها قاسم الفهداوي في عام 2017 وقال نفس الكلام، العراق في عام 2017 سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وسنصل إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية. حتى وقتها طلع التصريح مضحك حقيقة على شاشات التلفاز ويقول بأنه المشكلة بسبب انقطاع الكهرباء في العراق هي بسبب تشغيل الجيزرات، مسخنات المياه أو سخانات المياه في العراق في منازل العراقيين، هي المشكلة اللي أدت إلى الانقطاع والضغط على محطات توليد الطاقة واللي أدت إلى انقطاع تيارات الكهرباء في فصل الصيف. حقيقة تصريحات يعني أصحابها وينهم ما حد يعرف. ليش ما تم محاسبة المسؤولين عن الفشل في منظومة الكهرباء ما حد يعرف. محمد الشيع السوداني شنو دوره الآن؟ ليش ما بدأ بمحاسبة كبار الفاسدين اللي قادوا العراق الآن بعد 20 سنة أن نكون إحنا بلد ما عنده كهرباء؟ ليش ما بدأ بمحاسبتهم؟ ليش بعده يضع يده بيد هذه الأحزاب وبيد هؤلاء الذين ترأسوا الحكومات السابقة وتبوأوا مناصب وزارية وبرلمانية ومدراء عامين وغيرها في هذه الشركات الوطنية؟ ليش ما تم محاسبتهم على هدر المال العام أولا، على الفساد في المشاريع والصفقات الفاسدة، وليش ما حاسبهم على السرقات اللي صارت والضحك على العراقيين بوعود كاذبة؟ بعد 20 سنة العراق بلد نفطي ما بكهرباء. خلونا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود لنكمل الحديث معكم، فابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. you
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع بشأن ملف الكهرباء في العراق واستمرار معاناة المواطن العراقي مع حلول فصل الصيف واستمرار انقطاع الكهرباء. ورغم إنفاق العراق أكثر من 81 مليار دولار، وهذا الرقم طبعا قابل للزيادة بحسب التصريحات الحكومية، إلا أن العراق الآن يفقد الكهرباء ويعاني المواطن من انقطاعها بشكل شبه تام عن المنزل. طيب، معنا الآن السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة لمسألة الكهرباء، هي هذه أعتبرها مؤامرة إقليمية ودولية على الشعب العراقي بالأخص، يعني التعاون الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، نعم، على عدم تقديم أي خدمات للشعب العراقي، ومن ضمن هالخدمات هو الكهرباء، حتى لينهض هذا البلد ويعيد حضارته ويعيد يعني مجده. فكل همهم هو أن يخلون هذا البلد تحت إيديهم، يعني من ناحية الخدمات والقطاع الزراعي الصناعي، كل الخدمات بأنه متفقين عليها. لا واحد يجي يقول لي محور مقاومة وغيرها، خلي هذه تشمل بها نفسها. العراقيين اليوم أصبحوا يعني واعين ويعرفون اللعبة كلها، بأنه هذا اتفاق إيراني أمريكي إسرائيلي على عدم نهضة هذا البلد. نعم. وخير دليل يعني اجت شركة ألمانية وشفنا يعني الأمريكان شون جابها هاي الشركة، ولأجل الشركة مالتهم، فما يردون العراق ينهض بكل تطلعاته. شوف أستاذ محمد، لو نعكس الحالة هذه ويا يعني نعكس بين إيران وبين العراق، يعني لو الوضع هذا اللي إحنا به يكون موجود بإيران، لشوف سوت إيران. نعم. يعني اليوم السياسيين مالتنا، وللأسف نقول عليهم السياسيين، ذول عملاء وخوال، ذول مرتزقة. يا ليش لعد يرفعون شعار الوطن وإحنا ما نقبل أنه يتعدى علينا، وما نقبل أنه إحنا نكون عبيد للآخرين ونريد السيادة والاستقلال، وذولا اللي موجودين من أحزاب وزعماء ميليشيات اللي يعني يوميا طالعين على التلفزيون يتكلمون بالوطنية وبالشعارات، هذا ليش ما يوقفون بوجه إيران اللي دا تلوي ذراع العراق بشأن تصدير الغاز، واللي دا تفتري على العراق بشأن الديون المستحقة؟ ليش ما يقولون إحنا ليش ما نستقل بالغاز اللي موجود بالعراق، وبعيدا عن إيران وبعيدا عن غيرها، ونوفر حياة كريمة ونوفر كهرباء للمواطن؟ شعاراتهم بس وسلاحهم المرفوع على شنو؟ مو المفروض لحماية العراق وحقوق العراقيين والمال العام وثروات العراقيين الطبيعية، وأنه يكون المواطن عايش في بلد مثل غيره متوفرت لأبسط مقومات الحياة؟ هذا الكلام لما يكون السياسي وطني، لما يكون وطني ولاء للبلد هذا يكون هدفه، أما يكون خائن وعميل ومرتزق فهو هذا أسلوبهم. يا أستاذ محمد، أكو مقولة لأحد السياسيين يقول أحقر الناس من أن يأكل من خير بلد ويكون ولاء لبلد آخر. فإحنا اليوم الحالة هاي تنطبق على السياسيين مالتنا، يأكلون من خير العراق ويتنعمون بخيرات هذا البلد، وشوف ولاءهم لمن. يعني ليش يريدون يظلون خالين العراق أو جعلين العراق عبد لإيران، عبد وتابع، ويريدون يظلون عايفين العراق يعتمد على إيران الاعتماد الكلي بالمعيشة، بالمياه، بالكهرباء، بالمواد الغذائية، يريدون يخلون العراق يظل عبد. ليش ما يريدون يتخلصون من هذه العبودية؟ ليش ما يسعون إلى التخلص من هذه العبودية؟ أستاذ محمد، هم هذا طبعهم، هو هذا ديدنهم، هم عملاء وخونة، هم عملاء للإيران. يعني أذكر لك حالة أحد السياسيين، يعني هذا البلد بلد الحضارة وبلد الأمجاد، أحد السياسيين يقول أنا أجبرت أن أكون عراقي، لكن العراق مو بحالك، العراق ما محتاجك، إذا أنت أجبرت على اترك العراق. العراق والشعب العراقي إلى أهله وإلى ناس اللي يقودوه، أنت يعني تأكل خيرات هذا البلد وتقول أنا أجبرت على العراق؟ لا يا أبويا، إحنا لا نريدك
ولا نريد نشوفك ولا نريد تخربيك. زين شوف لك اي دوله شوف انت ولا نعرف عنها ولا اتهم وياما وتعاملهم وياما يا استاذ محمد. نعم. على اي حال شوف انا ضربت لك مثال قبل شوي ما خليتني اكمل المثالات ولو شويه طولت. قلت لك احنا لو نخلي الحاله معكوسه بين الوضع مالتنا يكون ويا ايران، لان الامور يعني تغيرت، يعني كان ايران قلبت لك الدنيا. وابسط مثال يعني لما تقطع الروافد مالتها المائيه والانهار مائي عن العراق 40 نهر او 40 رافد عن العراق، وانقطع عندها نهر يسموها المد بينها وبين افغانستان، هذا افغانستان البلد هذا الفقير المسكين الحاصل شوي خففت المياه، شوف سوت لك ورادت تسوي حرب. لكنه شوف شو تتعامل ويا البلدان والشعوب بازدواجية يعني مختلفة. زين انت لما تقطعين المي مالتش عن بلد وعن شعب ها ويعني ما ترضينها النفسيش ان يعني سيد عبد الرزاق، هل اللوم يعني هل اللوم يقع على ايران ام اللوم على هؤلاء الذين يحكمون العراق باسم العراقية والوطنية؟ على اللي على اللي يسمون عراقيين، على اللي يسمون عراقيين ويحملون نعم. قيادة هذا البلد، لكنه إن شاء الله أيامهم معدودة. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، ويانا أسامة من كركوك، تفضل يا أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد الشانك أول مرة أشكرك، أشكر القائمين على القناة، حياك الله. حول موضوع الكهرباء. نعم. هسا أنت وتحكي يا هسا كهرباء ما عندنا، مولد ضعيف كل ساعة فاصل. نعم. إلى متى سيد أسامة؟ أوتوماتيكيا ماكو. نعم 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 تفضل تفضل صوتك لين راح. وإذا ذكرون هذا الكذاب الأشر حسين الشرستاني قال إنه بعام 2014 العراق راح يصدر كهرباء. أي يعني لا أجدر أن يجي يقول أنا كذبت على العراقيين. طيب طيب يعني على شنو اعتمد؟ نعم. برأيك على شنو اعتمد بهاي المعلومات اللي طلع وصرح بكل ثقة يقول احنا حنكتفي ذاتيا من الكهرباء وحنصدرها، على شنو استند وهو يعني كان مسؤول عن الطاقة في العراق؟ كل شيء ما استند استاذ محمد، لان هو كذاب اشر ولا امول العراق، كيف يعني تريد يوفر العراقيين كهرباء؟ ولا يوفرون، هذول مجموعة مرتزقة مثل ما تفضل الاخ المتصل قبلي عبد الرزاق، اشكره على مداخلته لان كانت مداخلته قيمة. ذولا ولا أمول العراق، فالولاء أمول العراق ما يهم العراق. طيب أنا أريد أسألك سؤال سيد أسامة، حضرتك مشترك. نعم. أكيد مثلك مثل كل العراقيين مشترك بخط مولدة حتى تحصل على الكهرباء، إيش قد تدفع؟ ندفع تقريبا الأمبير بعض الأحيان 15 بعض الأحيان 10 بعض الأحيان 7000 وكل الأحيان. تمام. يعني هالفترة المضت كانت الكهرباء زينة حتى نكون دقيقين. نعم. هذا الشهر المضت، بس هسه كود انه الجو صار حار كهرباء صار الزفت يمنى ما تجي. كلش قد تجي كلش قد تجي الكهرباء استاذ محمد؟ هسه كهرباء تجينا بس ما شكل كل شيء ضعيفة. نعم. ضعيفة اي شيء ما شكل يعني. نعم. الاجهزة تقريبا اذا خليت حرق ما كهرباء احتمال لو ما يجلسون. نعم. احسن. طيب يعني بس اذا يعني سمحت لي انتوا عائله. نعم. عائله منزل عائله كم تكفيكم من الامبيرات شهريا عن طريق المولد الاهلي؟ 10 امبيرات. عائله صغيره. اي نعم. يعني 10 امبيرات يعني اذا افترضنا انه سعر الامبير تقريبا هو 10000 دينار، يعني انت تضطر تدفع 100000 دينار شهريا من اجل الحصول على الكهرباء. هذا غير فاتوره الكهرباء الوطنيه، مو صحيح؟ نعم. ثلاث امبيرات تقريبا كل بشهر 30000. ها ثلاث امبيرات مو 10 امبيرات، ثلاثه. تمام. 30000. ثلاث امبيرات. احنا عائله صغيره. نعم. اكو ناس سحبه 7 امبيرات 5 امبيرات. طيب يعني وش قد الكهرباء؟ نعم استاذ. وش قد تدفع للكهرباء الوطنيه بالشهر اللي تيجي ضعيفه ومتقطعه؟ تقريبا هم من 45 بالشهر 30. 45 30، يعني انت مضطر تدفع مبلغ تقريبا 50 إلى 60 ألف. نعم. وأنا هلا أحكي لك على الطار بطل ما عندي شغل، على الله ثم العمالة. نعم. الله يكون بعونك. يعني عامل أشتغل. يعني ليش يضطر المواطن العراقي سيد أسامة، ليش يضطر المواطن العراقي اللي مثل حضرتك واللي أعدادكم
كبيرة جدا، الناس البسطاء ذوي الدخل المحدود، ليش تضطرون تدفعون هذه المبالغ؟ تدفع للوطنية اللي ما تجي، وتدفع للمولدة مبلغ 50,000 دينار عراقي شهريا أو 60,000، طبعا وحضرتك ساحب قليل، أكو يدفعون أكثر بسبب حاجتهم للكهرباء. ليش يضطر المواطن يدفع هذه المبالغ في بلد المفروض الطاقة تكون شيء بسيط جدا، بلد نفطي وعنده غاز وعنده ثروات طبيعية يقدر يوفر منها الكهرباء؟ كلامك دقيق منتهى الدقة استاذ يا محمد. احنا المفروض بلد نفط، المفروض كهربتها ما تنقطع، بس احنا ذول اللي يحكمونا مجموعة أصابع. نعم. ما هم هم العراق ولا العراقيين. يعني بالله عليك درجة الحرارة 50 50، انت تقدر تبات بتشر درجة الحرارة 50 درجة مئوية؟ لازم عجبا يقدر المسؤول يعيش بنفس الكهرباء اللي دي يعيش بها المواطن؟ والله ان شاء الله وبحول الله تعالى الله يعيشهم بنار جهنم، وان شاء الله هذا اليوم ان شاء الله اشوفهم بنار جهنم. لا والله ما يقدرون استاذ محمد. والله هسه حاليا هم تدري حاليا سيد اسامه حاليا هم قاعدين هسه بالبرلمان جوا التكييف دي يتعاركون على الموازنه، فما همهم صراحه، ما همهم انت عندك كهرباء ولا غيرك ما عنده، ما همهم. طب هو حتى اقول للعراقيين الموازنه راحت. نعم. الموازنه تمردوها بيناتهم، لان بالله عليك موازنه صارت كم شهر بشهر بدون موازنه. وين الموازنه؟ الموازنه راحت وباقت. لا تامنوا العراقي منهم خير جر. نعم. واكو شغله انه استاذ محمد اردى اقول لك، يا ريت مباشر تفتحون حلقه حول الحنطه. هسه احنا الناس الفلح مصاد الحنطه واكثر لوريات بس سالوا ما يستلمونها، اتفاقيه بين السائل والتجار. انت شايفيش مسخره، يعني الفلاح يتعب ومشروع قلبه والحنطه ما يستلمونها. ليش؟ باي حق يعني ننتج ما ياخذونها؟ والله ما ادري شلون تنين بدون هالشيء. مع احتراماتي لكم على هاللحظة هذه. شكرا جزيلا سيد أسامة من كركوك، أنا أشكرك للمشاركة طبعا بالحديث عن معاناة المواطن العراقي طبعا مع الكهرباء اللي يشتريها مجبر من أصحاب المولدات الأهلية. مواطنون من مختلف مناطق بغداد قالوا بأنهم تفاجؤوا بتسعيرة الأمبير اللي فرضها أصحاب المولدات لشهر حزيران، وبفارق كبير عن التسعيرة اللي حددتها محافظة بغداد. طبعا مواطنون من بغداد قالوا بأن أصحاب المولدات يأخذون 20,000 دينار و 25,000 دينار عراقي للأمبير الواحد بفارق كبير عن التسعيرة الحكومية، يعني ماكو التزام. وسألوا أو تساءل المواطنون عما إذا كان مفعول الحملة الحكومية اللي موجودة الآن وتشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي تطلع مقاطع أنه رايحين يهددون أصحاب المولدات إذا ما تخفض التسعيرة نقوم بإزالة مولداتك أو مولدتك، وبهذا الشكل بأنه يتسألون أنه إذا كانت هذه الحملة يعني جدية فعلا أو هذه حملة حقيقية لو مجرد استعراضات إعلامية، ليش لعد دا نشوف هذا الارتفاع الكبير بالتسعيرة من قبل أصحاب المولدات؟ هذه الحملات إذن اللي دا تسويها الحكومة ببغداد وغير بغداد وين مفعولها؟ وين نتيجتها؟ ثم السؤال الأهم، ليش أصلا الحلول تكون ترقيعية بهذا الشكل؟ ليش ما تكون اكو حلول جذرية لمعالجة الكهرباء الوطنية، لمعالجة هذه الأزمة المستفحلة منذ 20 سنة؟ ليش أنا أروح أقعد ألزم أبو المولدة وهدد بي بالإزالة وأفرض عليه تسعيرة معينة في حين بأنه اكو مليارات من الدولارات في خزائن العراق أو خزينة العراق المالية تكفي لإنشاء محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية على مستويات عالمية، وبالتالي تغني العراقيين عن التوجه إلى أصحاب المولدات والتعرض للابتزاز بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ شنو مجبورية المواطن العراقي يدفع لأبو المولدة ويدفع للكهرباء الوطنية للدولة على كهرباء ما تجي أصلا، وإن جاءت تأتي ضعيفة وتسبب ضرر للأجهزة الكهربائية، ويا مكثر الأجهزة اللي احترقت بسبب الكهرباء الضعيفة والتردد بهذه الكهرباء اللي تروح وتجي وتسبب احتراق أجهزة كهربائية، توقع ضرر إضافي على المواطن وتثقل من كاهله مرة أخرى بإجباره على شراء أجهزة جديدة ودفع مبالغ إضافية في سبيل تعويض الخسائر والضرر اللي يقع عليه. خلينا نجيبكم بأرقام بسيطة مشاهدينا الكرام عن الكارثة الحقيقية الموجودة في العراق المتعلقة بالغاز اللي يتم إحراقه بشكل يومي في العراق. طبعا العراق مصنف بأنه ثاني أكثر دولة في العالم بعد روسيا بكميات الغاز المحترقة في يعني في محطاته في الأراضي الموجودة في العراق بشكل عام.
إيران تصدر للعراق حاليا بحسب الأرقام الموجودة 20 مليون متر مكعب يوميا إلى العراق من أجل توليد الطاقة الكهربائية، في حين يحرق العراق بحسب الأرقام الحكومية وبحسب الأرقام الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية 17 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. 17 مليار متر مكعب من الغاز يتم إحراقه من حقول العراق الغازية والنفطية المصاحبة أيضا، ويشتري من إيران 20 مليون متر مكعب يوميا، وهو ليس بحاجة إلى إنفاق هذه الكميات الكبيرة من الأموال في سبيل استيراد الغاز الإيراني، يستطيع الاكتفاء بما لديه ويفيض هذا الغاز ليبدأ بمرحلة تصدير. يعني العراق يخسر مليارات الدولارات، عشرات المليارات سنويا على الطاقة بسبب النقص في إنتاج الطاقة وعلى استيراد الغاز من إيران وعلى شراء الطاقة الكهربائية كذلك من إيران. تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن العراقيين يدفعون مبلغ 4 مليارات دولار أو دفعوا مبلغ 4 مليارات دولار في عام 2018 في سبيل الحصول على الكهرباء. 4 مليارات دولار سنويا دفعها المواطن العراقي، العراقيين بشكل عام، في سبيل أن يحصلوا على الكهرباء. ونذكركم بالصفقة اللي أبرمتها مصر مع شركة سيمنز الألمانية من أجل إنشاء محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية. كلفة المحطة الواحدة اللي تنتج كهرباء تكفي لإيصال هذه الكهرباء إلى 15 مليون منزل. كلفة المحطة الواحدة 2 مليار دولار سنوي، أو 2 مليار دولار هي الصفقة عموما. فأنشأت مصر بالتعاقد مع سيمنز 3 محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار على هذه الصفقة. وبعام 2018 العراقيين دفعوا 4 مليار دولار سنويا في سبيل الحصول على الكهرباء. يعني كان بإمكانهم بهذه الأموال أن ينشئوا محطتين عملاقتين لتوليد الطاقة الكهربائية تكفي لإيصالها إلى 30 مليون منزل في العراق. نستمع إلى رأي السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، على أسف في العراق لا يمكن معالجة أي قضية نظرا لكثرة الأيدي يعني الداخلية والخارجية التي تتدخل في هذه القضية، سواء كانت أيادي من قبل جهات متنفذة في الداخل تمثل أجندات الخارج أو مباشرة من قبل الدول المحيطة. مشكلة الكهرباء، مشكلة الكتب الدراسية، مشكلة الأدوية، مشكلة البطاقة التموينية، فلا تتكلم عن مشكلة في العراق. أخي، بالأمس سبحان الله كنت أقرأ تقرير هنا في ألمانيا أن هناك 48% من الطاقة المنتجة في ألمانيا التي تكفي العراق أكثر من 100 مرة هي منتجة من طاقة نظيفة، الألواح الشمسية وطاقة الرياح. العراق ما العلم ألمانيا دولة باردة، يعني لا يوجد لديها الشمس الموجودة في العراق. العراق بإمكانهم يعني إنفاق ربع هاي المبالغ التي أنفقت من عام 2003 ولحد الآن إنفاقها على الطاقة الشمسية وعلى طاقة الرياح، معالجة الكهرباء وتصدير الكهرباء أيضا. أنا ما أبدأ أصير مثل حسين الشارستاني أدعي أنه أنا أقدر أسويها وأصدر للعراق ونسوي أصدر للدول الأخرى، بس أقول لك هذه المسألة ممكن أن تحل بسهولة إذا كان هناك كفاءات تخطط، إذا كان هناك استراتيجية. طيب يعني سيد أحمد، ليش ما يسمعون التحذيرات أو ما يستمعون إلى التحذيرات الدولية؟ وكالة الطاقة الدولية حذرت الحكومات الموجودة في بغداد منذ سنوات ولا تزال تحذر بأن العراق إذا استمر بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، والاعتماد على الغاز اللي يتم شراءه من إيران بهذه الطريقة على كمصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية سيعاني مع مرور السنوات. وقالت بأنه أو نصحت الحكومات الموجودة بالتوجه إلى الطاقة البديلة، لأنه العراق إذا استثمر الآن في مجال الطاقات البديلة مثل ما تفضلت، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية كذلك بتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق المياه، يمكن أن يوفر 30% طاقة مقارنة باعتماده الكلي الآن على النفط لغاية عام 2030. ليش ما يسمعون؟ أخي الكريم، لو كانت الحكومة همها الشعب والوطن والمواطن لكان سمعوا، ولكن هم هنا لتنفيذ أجندات خارجية. هؤلاء ليس وطنيين، هؤلاء لا يمثلون العراق، هؤلاء ضباط شرطة موجودة في البلد تنفذ أجندات الدول الجوار والدول المتنفذة. كان الله أحب المسلمين.
آخر ما يهم هذه الحكومات وهؤلاء المسؤولين وهذا المجلس الوطني وهؤلاء المتصدرين للعملية السياسية في العراق هو مصلحة الوطن والمواطن، آخر همهم هذا. نعم. فلا تكون لي حكومات وتنبيهات ودولية وكذا كذا، شو وقت كان هم الحكومة هو مصلحة الشعب؟ شو وقت كان هم الحكومة هو مصلحة الوطن والمواطن يا أخي؟ صحيح. مصلحتهم أنه مصالح إيران ماشية، مصالح تركيا ماشية، مصالح السعودية ماشية، مصالح أمريكية ماشية. نعم. فهم يحافظون على كراسيهم من خلال تنفيذ أجندات الخارجية داخل الوقت. كان الله يحب المحسنين. أنا أشكرك سيد أحمد. أقول المرة الأخيرة أنه ليس التقصير في الحكومة وفي المتنفذين، التقصير في الشعب الخانع القابل بهذا الذل. نعم. مع الأسف. شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا، أشكرك للمشاركة. طبعا استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث مواطنين عراقيين بشأن أزمة الكهرباء واستفحالها واستمرارها، ويجمع العراقيون الذين شاركوا معنا، وبالطبع هذا رأي يعكس رأي الشارع الموجود في الداخل العراقي، بأنه بسبب غياب الإرادة الوطنية وبسبب العمالة والولاءات والخضوع من قبل هؤلاء الذين يحكمون العراق منذ 20 سنة للآخرين وتحديدا لإيران ودول أخرى بالطبع، لا يعني لا نستثني أحدا، فقاد هذا الموضوع إلى أن يكون العراق عبدا تابعا إلى دول أخرى خاضعا، وكذلك يعتاش على ما تعطيه هذه الدول من أمور بسيطة كالغاز أو كطاقة أو كمواد غذائية أو غيرها من هذه الأمور التي تصرف في العراق. يعني هؤلاء الذين يحكمون العراق هم السبب الرئيس فيما يحدث، ولا يريدون إيجاد الطاقة أو توفيرها في العراق، الطاقة الكهربائية، لأنها لديهم مشاريع أخرى واهتمامات أخرى ولديهم أهداف بعيدة، وهي استفادة هذه الدول التي جاءت بهم إلى حكم العراق من أكبر قدر ممكن من المال العراقي. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.